صح المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي رحمه الله، وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية. وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 عاما، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن ل10 سنوات لواحد منهم و7 سنوات لاثنين منهم. وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ طبقا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية. وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تقتضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين 22 و23.